كل ما الجرح ينس خطوتنا الأرض بتهز والنجم انطلع كل ما الليل بعد مولاح يقلب بإيدينا سلاح جولتنا للشام جناح ونخوتنا رحالة نحن نحن رجال وينك لهلا؟ قبل وينك لهلا؟ شو رأيك إني جبت لك الجرة؟ شو عم تحكي؟ يا سبحان الله اللي خلقك، بس شلون؟ يا سيدي عملت مثل ما قلت لي، أم هي لحالها فرجتني إياها، قمت أنا لما قلت لها إنه عجبتني وقالت لي مقدمة ما صدقت على حالي، حطت لي إياها بكيس خيش وجبتها وإجيت وما فتحتيها؟ لا أيها ابن عمي شو أفتحها؟ مشان ما تشتلق على القصة. يا سبحان الله. لك هي مو هي، هي جرة بتشبهها، بعدين ما فيها ذهبات. شو عم تحكي ابن عمي؟
يابي شوف يابي يابي شو قصتك لك يومين شارد؟ في شغله شغلتي ما شو هي يابي؟ انه مرت العقيد يعني ليش لحتى تيجي تاخذ الجره؟ والله شغله بتحط العقل بالكف يابي. ليش بتحط العقل بالكف؟ بلكي ما عندهم جره. عقيد وما عنده جرة ما بتزبط بنوب. بضل شغلت لك معك قصة الجرة انت؟ قوم نام. إليك وحدة من الجورة على قد ما بتنأذيني. أنا لي وحدة من الجورة؟ إيه على قد ما بتنأذيني. إيه أنت إليك وحدة من طنجرة. وليش عم تضحك انت؟ العمى شو هالمرة هي؟ لا بتعرف تطبخ ولا تجلي ولا تكنس ولا تمسح ولا بتسمع الكلمة، وأجوبتها فيها قلة ذوق. منيح يلي طلقتها وخلصت منها، وخاصة هالفترة بالي ومخي ماله فاضي لقصص النسوان منوب. عندي شيء أهم فكر فيه. لك أنا أبو عبدو وبكرة أحسن مرة لأتجوزها. شو يا بي لسه ما نمت؟ شو شايف انت ولا؟ نايم ولا فايق انا؟ شبك يا بي؟ والله حاسك بهاليومين انه عصبيتك زايدة وفي شي شاغل بالك. ايه في شي شاغل بالي، واذا حذرت شو هو بدي اعطيك 5 متلي. عن جد يا بي؟ طيب انا رح قلك، انت شاغل بالك ابو حده شلون بدك تقلعه من الحارة، وتاني شي شلون بدك ننقر لك جوازة من شي وحدة تكون حورية من حوريات الجنة، مزبوط ولا لا؟ أبري عليك، وهي 5 متلي شفتو؟ يعني حذرت يا أبي؟ لا ما حذرت، بس أنا عجبتني فكرة أني أتجوز حورية. فتحت لك تمه للوحش لك قبسته؟ ايه عم طلع قد المغارة. يا لطيف، وليش بقى فتحت له تمه للوحش؟ مديت لك إيدي لحنكه لجوا وشلعت لك أول درس. وليش شلعت أول درس؟ طحنته حطيته هون بهذا الحنجور. وليش طحنته بقى حطيته بالحنجور؟ هذا بمستو صار دواء للجبار، بتحط منه شوي على الجبار بطيب. لك يخرب بيتك يا عم مستو، لك يخرب بيتك، انت قاعد هون ومرتك بالبيت عم تخونك مع اعز اصدقائك. شو عم تحكي يا دكتور؟ مرتي انا عم تخوني مع اعز اصدقائي يا بطل يا روح. يا ديبو نلش يلا اشتغل شعر. لك طرطور ما بدك تبطل العاده تبعك؟ لك انا عاده فهم عم نقول له للزلمه مين راح عنده على البيت؟ مين راح عنده على البيت؟ هي اسرار عائليه وما بصير نقولها. لك طرطور ليكون الخرطه من خرطاتك مشان تقعد بمحله. لا خلصنا، ضربنا عصفورين بحجر واحد، اشتغل. لا لك قل لي شو بدك؟ شعر قوم ولا طرطور. ايوه والله العظيم خوفتني، انا مرتي عم بتخوني مع اعز اصدقائي، ايه اول مره بشوفه. وعملت كل شيء قلت لها عليه، وجابت الجرة اللي شاريها ابو حده. ايه بس للاسف ما طلعت هي. انت متاكد من هالشيء؟ ولو يا زعيم، انا هي الجرة بعرفها منيح. معناتها لازم نشوف الجرة اللي اشتراها ابو عبدو. ليش ابو عبدو شاري جرة من 6 جرار كمان؟ هيك الرسم ابو حاتم. يا بي انت ليش هيك بتتجوز كتير وبتطلق؟ يا بي انت شو بدك بالقصة؟ يا بي مو انت قلت لي لازم الواحد يسأل كتير من شان يتعلم؟ ايه يا بي صحيح انا مزبوط. بس هاي الشغلة ما بدمك بلوب الفضول يا بي، بعدين مشان سمعتك يعني. يا بي الزلمة اذا تجوز كتير
ما بيعيبوا هذا الشيء، بس المرأة إذا تجوزت كتير بيحكوا عليها الناس. شلون يا أبي؟ لك الزلمة إذا كان مقتدر شو بيمنعه إنه يتجوز كتير؟ ليش أنت يا أبي مقتدر؟ ولا لاطيلك على شي كنز؟ أكتر من كنز. إيه وين حاطه يا أبي؟ وجع اللي في شنيعك. أنت شو بدك بالقصة؟ إيه لا تواخذني يا أبي، أنا قصدي تخليلي شوي مشان أقدر أعمل مثلك. إيه لا تخاف، المرة بتجي وبتجي رزقتها معها عمي. طيب يا أبي، أنت صايرة روحاتك كتير على الغوطة، ليش؟ لأنه أنا صحيح لقيت الكنز، بس لساتني عم دور على الخريطة. بعدين أنت شو بدك بهالشغلة؟ شو بدك بشرعة الرقص؟ مصطيف شو بدك؟ هلا انت مو مسكف؟ معلوم انا اكتر واحد مسكف بالحارة. قديش ابو حدة بيقول عن حاله مسكف؟ انا بحطه بجيبة شروالي الصغيرة. اكيد اكيد معلم مصطيف، انت على سلامتك كلك مفهومية. بس هيك في شغلة محيرتني بدي اياك تشرح لي اياها. شو هي؟ معلمي انا دائما بسمعهم بالحارة عم يحكوا عن الانقلاب. شو يعني انقلاب؟ ايه بسيطة يعني عريجة سعادة، وشغلة بسيطة الانقلاب. طيب اشرح لي يا معلمي، ما عرفت كيف. على حد ثقافتي الانقلاب ما بيحسن يعمله واحد لحاله. شلون يعني؟ يعني بدهم يكونوا كترة، يعني كذا واحد مشان يعملوا انقلاب. ايه يعني بيوافوا الكترة بالمقلوب، وبيطلعوا بالمقلوب بيشوفوا الدنيا كلها انقلبت. يا كترة بالمقلوب بيشوفوا الدنيا كلها عند العيون. هلا عليك يا معلم مصطفى، انا هلا حاسس بالانقلاب. ليش شو شفت؟ شايف حمار عبر رياح، رجلين لفوق وراسه لتحت. هذا هو الانقلاب، شو فهمت؟ انا فهمت خلاص معلمي، فهمتها. بس شوف حمار عمي ابو رياح، راسه لتحت ورجلين لفوق، معناتها انقلاب. هذا هو. يعني عليك هلا عليك يا سطوم، شو ذكي سعدو. قوم جيب شاي بلا هروشة. عمرك معلمي. كلاب افندي. شو لوين على بكير؟ طالع. بعرف انك طالع، بس لوين وليش على بكير وانت رح ترجع؟ صاروا ثلاثة دول. شو دول ثلاثة؟ ليش طالع وعلى بكير وامتى راجع؟ بقى لك سؤال تربح المليون. شو عم تتمقلسي ولا عم تستلميني هلا؟ شو انت بستار عسكري لاستلمك؟ لك واحدة من الجورة على هالقصة؟ لك اخ اخ يا سلوى، شو بدي احكي؟ لا احكي لك، مو كل ما حكيت كلمة تتذكري شي. ولك يا سلوى القصة مانا سهلة، وانت مانك حاسة فيني. لك القصة مانا سهلة بنوب، شو بكي؟ والله يا بدري بعرف، بس شو بدك تعملي؟ انا ما رح اتنازل عن حقي، وهو اللي ظلمني. لك يا سلوى والله انا ما دخلني. ما اختلفنا، بس شو بدك تعملي؟ يا ستي رح أعمل كل شيء، وبكره رح أرجع لعنده، وبس رح أرجع لعنده رح تسمعي الأخبار. خير إن شاء الله. سلوى بديك تساعديني. أنا؟ شلون بدي ساعدك؟ مين في عنا بالحارة حدا بيكتب حجابات؟ شو هاد؟ لك إيه بدي أكتب حجاب لأبو عبده، بلكي بيرجع لحاله. صار لك ساعة عم تحكي شو بدك تعملي، وبالآخر طلعتي بدك تكتبي شقفة حجاب؟ ليش شو عيب؟ لك يا بدرية ما عم قلك عيب، بكرة بدلك على واحد بتكتب حجابات. خلاص قيمينا من هالسيرة. ليكي بس ما بدي اياكي تجيبي سيرة إذا أمي إجت قعدت معنا هلأ. إيه محمود شو صار بزواستا؟ لك الله لا يوفقه أبو عبدو، كل ما بحط عيني على واحدة بيكون متزوجها ومطلقها. إيه وين المشكلة؟ بترجع بتتزوزها. ليش شو شايفني اقطع ولا اعور لحتى اتزوزها مطلقه؟ لا اسلامتها، بس انا عم احكي هيك من شانها، لانه كل ما تاخرت ما بقى تلاقي بعدين، لانه اذا في بالحاره ابو عبده واحد رح يصيروا اثنين. شو قصدك؟ يعني اكيد ابو عبده مصرياته كتار لحتى عم يتزوز هالبنات ويدفع مهرها،
بس أنا اللي عرفته إنه معلمي أبو حاتم كمان مبسوط كتير باليومين. وليش بقى؟ بده يتزوج جوازة تانية؟ الله أعلم، بس أنا اللي واثق منه إنه مصرياته كترانة. ليش شو لقى كنز؟ أنا هيك كنت مفكر أول شيء، لك بس طلعت السيرة كلها مو هيك. لكن شو؟ هذا يا سيدي لقى جرة قديمة كتير مكبوبة بالزبالة. ايه؟ وصب على نفس القالب تبعها. لك وما عم يهدي عنده هذا الموديل، عم بيبيع ويربح، يبيع ويربح. يا حبيبي لك تضرب انت وهالسيرة، شو اسم الوالدة لحتى انقرك عند الصبح دعوة مكبرتي؟ الميمي؟ والله ما بعرف، إذا أبي بينادي لها حبيبي، والجيران أم طاها، ولحنا يامو. صحي، شو اسمها؟ اسمعي مني وهدي أعصابك، أساساً الواحد لما بيكون متوتر ما بيعرف يفكر، وأنت إذا عم تفكري لازم تكوني مرتاحة. هيك قلتك؟ مثل ما عم قلك، شو رأيك نغير السيرة وتقري لي شوي بالفنجان؟ أي يا سلوى، بس أنا ما بعرف أقرأ بالفنجان، بديك أمه لأبو عبدو هي اللي بتعرف تقرأ بالفنجان. هو علينا، رجعتي لسيرته؟ خلاص خلاص، أنا رح أقرأ لك الفنجان. شوفي سلوى، تكون شغلتي لي بالي، عم تشوفي شي بالفنجان؟ بصراحة احكي وما تزعلي. ولك خلصيني احكي بقى. فنجانك ما فيه شي حلو أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بري عليك يا بي، قاعد عم تكتب ترى. بري عليك لأنه أنت البكر، والبكر حامل اسم جده. هيك شد همتك مشان نرفع راسنا فيك قدام العالم، وإذا طلعت مثقف بدي خليك تنضم للسوار. شو عم تكتب أنت؟ يا بي قبل أنا شو عم بكتب؟ أنت وين رايح؟ لا أنا رايح على الغوطة، عندي شوية شغلة هنيك يا بي. بعدين أنت شو دخلك؟ عم أسألك شو عم تكتب؟ جاوب على قد السؤال يا بي. عم بكتب رسالة لستي. وليش هيك الخط كتير صغير؟ هلا هذا الخط صغير يا بي؟ ايه يا بي، كبره للخط لأنه سمع ستك على قده. يلا خاطرة. بقى على شغل البيت، والله انكسر ظهري من شغل البيت. يا الله والله العظيم شي بملي، كل يوم كل يوم كل يوم شغل، امتى حنتجوز ونرتاح بقى؟ تعرفي شغلة؟ ايه والله والله لو كانت امي عايشة لكانت حصتنا لكل وحدة فينا بجوازة وخلصنا بقى. لك اسكتي بقى انت وياها، اشتغلوا بقى، شو صار لكم؟ يعني على اساس اذا كل وحده راحت على بيت جوزها ما راح تشتغل؟ ما لك سعديه، مو انت اختنا الكبيره ومقام الوالده، حركي لنا حالك شوي ودبري لنا انا وياها شي جوازه. يعني اخوك كايت شو حيطلع بايده غير بيته وشغله؟ حتى كايت صار لازم نجوزه، يعني اخواتي لازم نساعد بعضنا نحن. خلص بقى سكري تمك انت وياها، عيب تحكوا بهالمواضيع، يلا اشتغلوا. عيب لك سعديه، ليش عيب انه نتجوز؟ نحن شو ناقصنا؟ شو بنفرق عن كل البنات؟ لك يا اختي كم بلا من حقك تتجوزي، يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، بكره بيجي نصيبكم، على شو مستعجلين انتو؟ قال له يا شعبان ليش ما بتجي برمضان؟ صحيح هو ليش ما بيجي برمضان؟ شو بيعرفني؟ المهم المهم هلا كل شيء وقته حلو. جاي جاي. اهلين بالعقيد، شرف شرف عقيد، شرف، اهلا وسهلا. شرف عقيد، احم احم، يلا يلا خذوا طريق. اهلين بالعقيد، دور البيت كله والله. كيفك عبدو؟ الحمد لله تمام والله. دخلك ابوك هون؟ لا والله ما له هون عقيد. وين راح؟ راح على الغوطه. ايوه راح على الغوطه، شو راح يعمل بالغوطه؟ قال عنده شغله هنيك. ايوه اكيد ملاقي الجره وراح يطمر الذهبات او يخفيها من وجه الجره، بس انا فيني استغل الفرصه لانه بيقول المتاع خدوا اسراره من صغاره. في شي خدامي عقيد؟ الحقيقه انا هلا كنت بالسوق واشتريت 10 كيلو جوز، قلت لحالي ما لا غير اخوك ابو عبدو تاخذ من عنده جره وتحط هالجوزات فيه، بس اصل على البيت بفرغه وبرجع لكم اياها. بقى بلاقي عندكم شي جره جديده خرج هيك شي؟ طبعا عقيد عندنا جره وجديده، ابي شاريها لحظه لجيب لك اياها، وما بدنا اياها منك كمان. عبدو 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 عبدو، شو بدك؟ منوها هذا العقيد. شو بده العقيد؟
هلا بدون كتر اسئله، الجرة الجديده اللي اشتراها ابي وينها؟ شو هاد الجرة الجديده؟ لك ايه الجرة الجديده اللي اشتراها من ابو حاتم؟ بالمطبخ ليش؟ بدي اعطيها للعقيد، حاجه تنقي. ايوه. يا رب يا رب تنحل هالقصة بسرعة، والله تعبت من هالحالة، القصة صعبة كتير، منيح العقيدة اللي ما بصر له شي، والله إذا بصر له شي ما رح أرحم حالي بنو. السلام عليكم حدو. ايه طرطور. لك شو وينك انت ما عاد بينت يا زلمه؟ ايه شو شايف فوتاتي وطلعاتي مثلي بعضها؟ انا نادرا ما اطلع. تكون جوزت يعني مره. شو شايفني ابو عبدو؟ لا شو ابو عبدو؟ شو مسبي ابو عبدو؟ لا بس بهالناحية انا ما بيعجبني. يعني يا ابو حدو واحد يعني بيتجوز وحده ما بيحبها، ما بيقتنع فيها يعني. يعني مثلا معقول واحد يتجوز وحده مثل هي؟ الله يعطيك العافيه. لك هي سوزيه بنتي. الله لا تاخذني يا ابو حدو، هي غلطي. ما في مشكلة، هاي غلطتي أنا. أي عميد، أهلين وسهلين، نورتي. أهلين فيكي خيرية، قلت لحالي ما بتجي لعندي أنا بيجي لعندك. هلا لا تبلشي تلطشي حكي، على أساس إنه جياتك مكسرة بعضها يعني. لك خيرية، أنت اللي بتعرفي وضعي. لك شو بوضعك؟ هلا شو أنت أول وحدة مطلقة بالحارة؟ لك ما قصة أول مطلقة ولا تاني مطلقة. بس انت بتعرفي اهلي وخصوصا بعد ما اطلقت، لا خلوا لي لا طلعه ولا فوته. بهي معك حق، اهلك كتير صعبين. قليلي مزبوطه هي الخبريه اللي سمعتها؟ انا خبريه؟ قال طلعتي حبله. الكلام بيني وبينك انا ماني حبله، بس حبيت العب لعبتها لفتحيه القديمه. عرفتها وقت اللي كذبت انها حبله مشان يدللها سبع البرمبه. بالضبط، قلت يعني بلكي بيرجعني لعنده. وهلأ بظن إنه رح يرجعك، مو لأنك حبلة، قصدي لأنك عم بتكذبي إنك حبلة. لكن ليش بده يرجعني؟ لأنه طلق مرته بدرية الجديدة. لك شو عم تحكي أنتي؟ لك مثل ما عم قلك، طلقها ورجع عبيت أهلها. معناها فتحية هسا ما وهي اشتغلت شغلة، بس ما توقعتها بسرعة تشتغل فيها للمخلوقة. لك يخرب بيتك يا فتحية شو قوية. لك بدرية؟ وين شردتي؟ لا لا أنا هون معك، بس خيرية حابة أطلب منك طلب. خير إن شاء الله، احكي احكي خير. بدي زور فتحية أو بشوفها عندك، رتبيلي أنت الموضوع. من عيني هي قبل هي، الله الله يقدرني على فعل الخير. بقوك الحامي عمي ابو رياح. اهلين عمي ابو حدو. عرازي حارتك والله. اهلين وسهلين. شو شايفك صاحب انت وحمارك هيك، وين رايح؟ والله عندي شويه شغل. شو هذا اللي بيده؟ هذا ذنب حمار الثاني. وليش ذنب حمارك بايدك؟ امبارح مدري انا ابن حرام لقيته قاطعي ذنب حمار الثاني. كمل. ايه شو ايه؟ أنا ما رضيت كبه، قلت لحالي حطوا قطع غيار لحماري الأولاني. طيب تبيعه على عيبه؟ ليش شو عيبه خالي؟ لك يعني هذا ما بقى ينفع لشي، اروح كبه أحسن لك. بعرف إنه ما عاد ينفع. إيه سيدي، قديش بدك تدفع لي فيه؟ أخي متليكين وأنا باخده عنك وبكبه. متليكين؟ لا ما حزرت، بدي خمسة. خاطرك. أربعة سيدي. أبو رياح، شو عم نتبازر على الموناليزا نحنا؟ هو ذنب حمار وانت شايله من طيبة أخلاق حمارك. ماشي ماشي ماشي، هات متليكين وخدو. عيني عليك، هذا الكلام اللي عليه علامات. ها وهي متليكين، فرجيني يا أول شي. شري صرمهم بالهنا. أهلا وسهلا برجال، طموني إن شاء الله أموركم تمام التمام وعلى العال. ما تاكل همزعي، البساتين مزروع كل الرجال، وبعون الله اللي عم تفكر فيه لح يصير. حط إيديك ورجليك بمي باردة، والفرنساوي ما حيطلع له معنا. الله يبشرك بالخير يا بطوني،
الله يبشرك بالخير وطمنه لأبو جعفر، كل شيء بده اياه رح يصلوا بعون الله. لك ربي حي أصلك يا زعيم. الله يفرج على الولاد وأهل البلد. آمين يا رب العالمين. ايوه صح. جايب دوايك وجاي تلاعبني. لك حالتك بقى. والله يا ابو سطيف والله انك رجال معدل وزقرت، وانا بعتبرك اذكى واحد بالحاره. هذا اذكى رجل بالحاره. ليش هيك عم تضحك ابو حدو؟ لانك سمع على الفاضي. ما حبيتها منك بنوبه يا ابو حدو. لك انا سمع على الفاضي. ما قالوا لك عني انه انا رحت بنص الليل على المقبره وقليت لك بيضاء. لك حاجتك بقى، ما شفنا شيء. على اين كنت خذ معك واحد؟ لك يا اخي شيء، اذا بدي اخذ معي واحد صرنا اثنين، واذا صرنا اثنين معناتها لعب فيها قوه ولعب فيها جساره. شفت؟ افهمك، رد عليه. خلاص انت، طيب اعطينا شيء دليل ملموس. شلون يعني؟ انا هذيك المره نزلت على الغوطه وقطعت دنب الوحش اللي مخوف ثلاث حارات. قطعت دنب، ورجينا نشوف. عليكو ها شوفوا. ايه والله صحيح. طيب ليش ما قطعت راسه وجبته؟ جيب لك راسه مشان تكشفوا انه هذا دنب حمار. شي حلو، شي حلو كثير يلي عم نسمعه. حس انه شي حلو سيدي، شو هو اللي عم تسمعه؟ مالك عرفان ولا سمعان ومطنش؟ صدقني وحياة عيونك مالي عرفان إلي شو هو اللي عم تسمعه. لك كل الناس عم تشتكي من الخبز تبعك، الخبز مليان رجلين صراصير وفيران. كذابين سيدي كذابين، هذا حكي كله كذب. حس انه يعني انا بعرف فرني، بعرف نظافة الفرن ونظافتي سيدي. لا سيدي مو كذب، بكرة بس الحكم اعدام تبقلي كذب. ليش الاعدام سيدي؟ يعني انا مالي عامل جناية ولا مرتكب جرم سيدي. ولك ليش الخبز اللي عم تعمله اذا اكلوا الناس ما بيموتون؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لك قديش بدك يموت ناس في الحارة لحتى تنحكم؟ تسلم لي عينك، وانت قلتها يا سيدي، ننتظر لحتى نشوف مين رح يتوكل، وساعتها لكل حادث حديث. ما فشرت؟ هلأ دغري بدي حولك لفوق وهنيك روح دبر حالك معهم. وأنا متأكد مثل ما لي شايفك إنهم بدهم يقعدوك على الخازوق. على الخازوق بس وينها؟ يمكن ها يمكن ينفذوا لك رغبة وحدة عندك. خازوق؟ يعني خازوق خازوق؟ طالما يعني هيك الشغلة وعم تقول إنه بدهم ينفذوا لي رغبة، فأنا جاي على بالي ينفذوا لي رغبة يعني أنا حاببة، وهي إنه يعني يطعموني أنا ناس ومشمش. ايه مو وقت الاناناس والمشمش، راحت للصيف حبيبي. ايه ماني مستعجل سيدي، بنستنى الاناناس والمشمش ليصير وقته. شو قصة هالجرة لحتى سيرتها تعب للحارة؟ معقول لهالدرجة مهمة؟ ايشو فيها؟ معقول بانه بس لانه قديمه ومن ايام ابوها العقيد؟ الى هلا اكيد في وراها قصه. معقول تجره يكون فيها دهب؟ اذا بتكون هي نياله يلي رح توقع بايده رح يغنى لولد ولده. ولي بس ما توقع بايدين ابو عبده، والله لا تروحي فيها يا فوزية، وكل شي عم تخططي له رح يوقع على راسي. أنا لازم أعرف شو قصة الجرة. أهلين يا أبي، والله نور البيت. أهلين يا أبي، حدا سأل عني شيء؟ لا ما حدا. صحيح يا أبي، سأل عنك العقيد. العقيد؟ العقيد سأل عني ليش؟ والله ما بعرف يا أبي، سألني عنك قلت له إنك رحت على الغوطة. قلت له إني رحت على الغوطة؟ أي ليش قلت له إني رحت على الغوطة؟ يا أبي ما بعرف، بس أنت ما قلت لي إنه ما قل له. مزبوط والله ما قلت لك ما تقل له،
بس انت شو دخلهم؟ لك يا ابي شو دخلني؟ والله ما بعرف يا ابي، ما نعرف عنه ما قال له. لو بدي اعرف عني هيك بدي اقول لك فوف ما كنت ما قلت له. معليش يا ابي انا ظلمتك بهي، ما تاخذني يا ابي، بس ثاني مره ما تدخل يا شغله. لا يا ابي ما عاد تدخل، ما عاد تدخل، بس انت هيك ظلمت كثير يا ابي، انا صار لي اكل ثلاث كفوف وعلى الفاضي. مزبوط يا ابني انا ظلمتك بثلاث كفوف، الك عندي ثلاث تخبيصات ما مد ايدي فيهم عليك. اذا هيك موافق يا ابي. صحيح نسيت قلك انه العقيد طلب الجره واعطيته الجره الجديده. شو هاد؟ الله لا يعطيك العافيه يا ابي، هي اول تخبيصه واصله. عن خشب تركته جهلته جهلته يا ده جهلته اوف فتشتوه والخشب بشير. والله ما حبيت يلي بعده الزهرة جا. ايه شباب ما حكيتوا لنا شو قصة الجرة؟ والله انا كثير عم بسمع قصة الجرة ما بعرف شو قصتها. وانا كمان الزعيم اجى لعندي وسالني كم سؤال وهوشني بصراحة. لك حتى الزعيم بده يعرف شو قصة الجرة؟ ايه الزعيم. ايه ابو حاتم احكي لنا لشوف شو صاير. لك لك واحدة من الجورة انت حلني سؤال شو بها؟ لك ايه لواحدة من الجورة بعد عني يا سعد وعكتي. والله شي بيحط العقل بالكف. العقيد اخذ الجرة، شو بده بالجرة؟ لك يا عميد اهلين وسهلين بابو عبدو شيخ شباب الحارة. اهلين اهلين بنت عمي، شو قصة هالترحيب الزايد ها؟ يو مشان واجبك تقبرني. ايه بس مالك بالعادة بنت عمي، يعني ما كنت تساوي هيك، فشو صاير لحتى عم ترحمي وتأهلي وتسهلي زيادة؟ مشان اعرف شو مخبي لي مصايب. لك يا ابن عمي يا حبيبي، يعني الوحده مين الها الا ابن عمها لحتى تاهل وتسهل فيه؟ يو يعني بدك تفهميني انه صار عندك شوق بهالساعتين ثلاثه اللي غبتوا؟ اي والله يا ابن عمي، وانت بتعرف قديش الشوق مؤلم. والله وشو بدي اقول لك، هلا الشوق اذا كان بالقاف او بالكاف يعني الشوق والشوق مؤلم، بس انت مجربه الشوق بالطه الشوط يعني. قلي لشوف وين صرنا. الحقيقه ما طلعت هي يا زعيم. ليش شفتها؟ رحت لعنده على البيت طلع لي ابنه، ام طلبتها منه بطريقتي، ولما جابها طلعت مو هي، طلعت وحده من جرار ابو حاتم اللي مصنعها بتشبهها. كساب الصلاة على النبي، ما زالنا ماسكين طرف الخيط، فبإذن الله أكيد رح نلاقيها. أنت ريح لي حالك وخلي أملك بالله كبير وترك الشغل علي، أنا رح أتصرف فيها اليومين. عقيد مرسعي، أنت بشو عم تميزها للجرة عن غيرها من الجرار؟ هي مكسورة من تمها وهي شقفتها، إذا طبقت عليها بتكون هي. وين لقيتها الشقفة هي؟ لما كنت عم دور على الجرة أول مرة، يبدو زهرية الله يصلحها وهي عم بتطالعها كاسرتها من تمها، وأنا لقيت هي الشقفة محل ما كنت مخبيها. عطيني هالشقفة لإلك بإذن الله، هي دليل كبير بإنه رح نلاقيها. بس زعيم. بس شو؟ معناته أنا لازم اتزوز لي شي وحدة منشان تجي تساعدك، يعني منه بتساعدك ومنه منستر عليها مين ما كانت تكون. شو هاد؟ بدك عيش 100 سنة أنت؟ الله لا يوفقك يا أبو عبدو. مو على عيني يا زعيم، عندي جرة اشتريتها من عند أبو حاتم لسات على أمها جديدة طخ. لك خلصتوا؟ ما بدي أسمع ولا صوتها. هاي الجرة بالذات ما في تطلع برات البيت. منشان الله ديبو دلني عليها، خليني روح بوسع. ليش شبه انا مطلقه يا بعدي؟ ليكني عين الله علي، على القليله ما في حدا بيستعبدني. والله نيالك ابوك معه مصاري كثير ما حسدوا لدية عين. لك يا شبنا الصيف شو حكى الزلمه عم بيمزح معه؟ خذوا عن نصارى. لك شو نصارى ابو النوزات؟ We'll be right back.
احنا رجالة فينا قلوب بتنبض عز نقوى كل ما الجرح ينس خطوتنا الارض